وترميم الأسواق بها من خلال تصاميم تراعي الإرث التاريخي والعمراني لممراتها وأبوابها. ترميم بعض المنشآت الرياضية لتكون في مستوى تطلعات الشباب. ترميم أسوار وواجهات المقابر حفاظا على حرمتها. إنجاز مشاريع سكنية وفق منتوجات متنوعة تلبي حاجيات كل الفئات الاجتماعية. وإذا كان من حقنا أن نفخر بكل ما تحقق من هذه المكاسب والمنجزات، فإنه يبقى من واجبنا الحرص على التعريف بها وأن نطمح إلى ما هو أكبر من خلال العمل الجاد والتفكير في بلورة مشروع متكامل يعود بالنفع على الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وعمرانيا، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الرأسمال الحقيقي لكل تنمية محلية، لأنه بدون الاهتمام بالإنسان في إطار المقاربة الشمولية فإن أي جهود تبذل أو منجزات تتحقق ستكون بلا روح أو حياة، فالتنمية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه. ولأجل إعطاء معنى ذي دلالة لما نحن مقبلون عليه من استعدادات وأعمال، اسمحوا لي أخواتي المناضلات، إخواني المناضلين، أن أتقدم إليكم باقتراح يخص تنظيم يوم دراسي تشارك فيه أجهزة الحزب على صعيد الإقليم وكل الفعاليات التي تتعاطف مع حزبنا، يكون موضوعه تفعيل مشروع المدينة والقرى لتتبوأ مكانتها، ويمكن أن يعالج هذا الموضوع من زاويتين متكاملتين. الأولى تنطلق من تشخيص دقيق لوضعيتها على مستوى البنيات التحتية والمرافق والخدمات، وعلى مستوى منظومتها البيئية ووضعيتها الثقافية والرياضية، وتحديد حاجياتها على المستويين القصير والمتوسط. والثانية تنطلق من اقتراح الحلول الناجعة والبدائل الممكنة في ضوء الإمكانات المتوفرة، والبحث عن مصادر التمويل الكافية لإنجاز كل المشاريع، وأترك لكم صلاحية تحديد التوقيت المناسب لتنظيم هذا اليوم الدراسي وتشكيل لجنة مصغرة تسهر على الإعداد له ماديا وأدبيا. وفي الختام أجدد عبارة التقدير والثناء لكل الحاضرين الذين لبوا الدعوة، وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا وحزبنا. عاش حزب الاستقلال، والسلام عليكم. شكرا الأخ. يلا بركاته.